نحييكم من ميدان الوثبة عاصمة الميادين مع انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوطنا السادس للأبكار الثنائي المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشرة إلى المقدمة والصدارة لكي نأتي بالمركز الأول ونرى من تسيطر مع البداية هلولة مع مقدمة الشوطة ومع المركز الأول الشاهينية هنا لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع الانطلاق للشاهينية مع المركز الأول، ولسلهودة مع المركز الثاني المملوكات لهجن الرياسة بقيادة بولي مايل الظافر علي بن يميل الوهيبي. ثالث المراكز الوصول من العنود، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. عملية التضمير مشاهدينا الكرام ومن يتابع الانطلاق للتضمير للعنود هي محتلة مع المركز الثالث. في هذه اللحظات يتابع عملية التضمير. الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام مع المركز الرابع، من تتقدم في رابع المراكز مشاهدينا الكرام هنا من تصل الظبي لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي يتابع هذا الانطلاق. خامس المراكز الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هذا المسار والانطلاق المجازف يرافق هذا الشعار. الوصول مع المركز السادس الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاق الشاهينية. وصول من الشاهينية لهجن الرياسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هذا الانطلاق للشاهينية مع المركز السابع. وفي ثامن المراكز الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من وقدوم مع المركز التاسع الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. والعشوش تتقدم لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، هكذا المسار الشوطي وانطلاقه، هكذا نعود إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى البداية الأولى الصدارة والمقدمة، من تسيطر مع البداية ومقدمة الشوط والمركز الأول. هناك الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق والمسار. يا سلام المركز الثاني، المركز الثاني من تصل هنا وتاتي العنود، العنود لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني هي من تسيطر مع البداية الأولى ومع مقدمة الشوط مع المركز الثاني هنا والمركز الأول. ثاني المراكز الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيب المركز الثالث. من تصل مشاهدينا الكرام وتتابع الانطلاق هنا سلهود، يا سلام تتابع المركز الثالث لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع الانطلاق والمسار. وصول من الظبي لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتولى عملية التضمير. وخامس المراكز الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف من يتابع الانطلاق. وصول من الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتابع هذا المسار والانطلاق. انضمام من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هذا الانطلاق في هذا المسار. القدوم والوصول مشاهدينا الكرام من العشوش، يا سلام لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوب سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. وصلت الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع هذا المسار. وصلت الشاهينية مشاهدينا الكرام لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم
المنصوري. هكذا النتيجة، هكذا مسار الشوط وانطلاقة. مشاهدينا الكرام، نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى السيطرة والقيادة. العنود ما زالت عندها العنود. مشاهدينا الكرام، تعود الملكية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. عملية التضمير، ومن يتابع الانطلاق علي. مشاهدينا الكرام، علي بن سعيد الهاشمي يتابع انطلاق العنود وهي معانده الى مقدمة الشوط. بالفعل معانده للناموس، يا سلام. تعود الملكية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. من يتابع ومن يقدمها العنود؟ مشاهدينا الكرام، يتابع الانطلاق هنا. مشاهدينا الكرام، علي بن سعيد الهاشمي في عملية التضمير. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. من يتابع انطلاق الشاهينية من الجانب الآخر؟ سلهودة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. الظبي تتقدم مع المركز الرابع لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. من يتابع الانطلاق للظبي مع المركز الرابع. المركز الخامس والسادس الشاهينية والشاهينية المملوكات لهجن الرياسة بقيادة المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الوصول من الشاهينية مع المركز السابع لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد باسم المنصوري. يتابع هذا الانطلاق هنا. تصل العشوش باسم الشيخ محمد المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. وصلت الشاهينية لهجن الرياسة، يا سلام. من يتابع الانطلاق هنا؟ المجاز محمد بن عتيقه بن زيتون المهيري. والقدوم من الشاهينيه لهجن الرياسه بقياده المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هكذا المسار، هكذا الانطلاق. قادمون الى جسر العبور، قادمون الى جسر العبور. لافتت الثلاثه كيلو متر، يا سلام. تفصل عن الناموس ومن عمر هذا الشوط والبدايه الاولى والمقدمه والصداره هناك مع استراحه المحارب على الصداره ما بين سلهوده وما بين العنود عن المقدمه الشوط. سلهوده تتقدم تنطلق مع الصداره لهجن الرياسه بقياده الظافر علي بن يميل الوهيبي. من يتابع الانطلاق العنود مع المركز الثاني. تعود الملكيه مشاهدينا الكرام لسعاده الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني. علي بن سعيد الهاشمي يتابع انطلاق العنود مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينيه لهجن الرياسه مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يتابع الانطلاق هنا الشاهينية لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. من يتابع هذا المسار هو الانطلاق خامس. المراكز الشاهينية لهجن الرياسة هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصلت العشوش، انطلقت العشوش، يا سلام. باسم الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في متابعة التضمير. وفي من يتابع هذا الانطلاق الواصل الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. دوم من الشاهينيه الاخرى لهجن الرياسه بقياده المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. من يتابع هذا المسار وهذا الانطلاق؟ هكذا مسار الشوط، هكذا انطلاقه. نعود الى البدايه الاولى، نعود الى مقدمه الشوط، الى المركز الاول. عود الى المسار الاول، الى الانطلاق الاول. هناك الصداره والمقدمه، البدايه الاولى، يا سلام. الشاهينيه هو العشوش على المقدمه والصداره، والشاهينيه تنضم مع المركز الثالث لهجن الرياسه. ولكن نعود مع البدايه، نعود الى العشوش، العشوش لسمو الشيخ من يقدمها مشاهدي الكرام محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي. من يقدم العشوش؟ يتابع الانطلاق. احتلت الصدارة، آتت على المركز الأول 2 كيلومتر لا غير عن خط النهاية. ومن ناموس هذا الشوط والبداية الأولى، المقدمة والصدارة، العشوش مع البداية مع المركز الأول. تحمل الرقم 1، هي من تتواجد مع المدرج الأول ومدرج 1. المركز الثاني شاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المجازف يقدم لنا الشاهينية مع المركز الثالث لهجن الرياسة متابعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الشاهينية الأخرى مع المركز الرابع لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي.
يتابع انطلاق الشاهينية الواصلة والمنطلق الشاهينية الهجن الرياسي بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو يفصلنا عن خط النهاية، عن ناموس هذا الشوط، والعشوش مع البداية، العشوش مع المقدمة والصدارة. تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي بعملية التضمير. يتابع الانطلاق يرافق الشعار مع الصدارة الأولى، مع المسار الأول الانطلاق الأول العشوش، المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة. هنا من يقدم الشاهينية المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وسعيد يتابع انطلاق الشاهينية المركز الثالث. يا سلام يا سلام، بدأ يقدم عروضات أبو سعيد بن زيتون. يتابع انطلاق الشواهين مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. ولكن العشوش، العشوش على البداية، العشوش يا سلام، بدأ الرقص هنا يحلو مع الكبار. حلو الرقص مع الكبار، حلو الرقص مع الكبار. العشوش مع البداية، الشاهينية مع المركز الثاني، الشاهينية لهجن الرياسة مع المركز الثالث. المجازف يعلن الحضور، ولكن سعيد بن عبيد السبوسي يتابع انطلاق العشوش. ما سلمت الصدارة، مسيطرة سيطرة كاملة، سيطرة تامة منذ البداية. تعلن الحضور مع المقدمة، مع ناموس هذا الشوط. العشوش، العشوش على الصدارة الأولى، على مقدمة الشوط الشاهينية مع المركز الثاني. هنا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بن زيتون المهيري يتابع الانطلاق، يتابع الانطلاق الشاهينية، الشاهينية والعشوش، العشوش والشاهينية. الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة يا ترى لمن الناموس من المضمرين. بالفعل العشوش والشاهينية، العشوش الشاهينية، العشوش، العشوش. يا سلام، ما تبي تسلم الصدارة، تبي الفوز والناموس. أنت هدي مشاهدين الكرام مالك اسمه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعد الله مساك السبوسي، سعد الله مساك أبو عبيد سعيد بن عبيد السبوسي من يتابع انطلاق العشوش. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، والتهنئة لسعيد بن عبيد السبوسي. المركز الثاني الشاهينية هجن الرياسة مع بن زيتون، المركز الثالث الشاهينية هجن الرياسة مع كالمجازف، المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة، خامس المراكز الشاهينية لهجن الرياسة. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان. نذهب مباشرة مع التوقيت الزمني ومع الإعادة لهذا الشوط، مخرج العزيز أسامة الهواري من يوافينا بالتوقيت الزمني لكل شوط. ننتظر الإعادة من المخرج أسامة الهواري. هكذا مشاهدينا الكرام الشاهينية تهانينا والناموس اللي هي العشوش، 16 دقيقة 12 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدي الكرام لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوب، تهاني سعيد بن عبيد السبوسي. 16 دقيقة 13 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لك يا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري اللي هي الشاهينية هجن الرياسة، ثالث المراكز الشاهينية هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. قطعت المسافة في زمن وقدره 13 دقيقة 19 ثانية 9 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الأشواط.